اخوتي واخواتاتي الرجاويين، مرحبا بكم في القناة ديالنا الرجاء بالدارجة. الا كنتو اول مرة تشاهدوا القناة ما تنساوش تشتركوا بها وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد، وشكرا لكم. والان غادي نبداو الاخبار ديالنا باول خبر. عبد الرحيم الشاكر: لم اختر الرجاء من اجل المال، هو اسوأ ذكرى عشتها مع المنتخب المغربي. عاد عبد الرحيم الشاكر مدافع الرجاء البيضاوي ليستحضر الطريقة التي غادر بها فريقه السابق الجيش الملكي ليلتحق بنادي الرجاء الرياضي الذي تربى داخله وهو صغير السن، قبل التحليق صوب اتحاد المحمدية ثم الدفاع الحسني الجديد، قبل الانتقال للفريق العسكري الذي تركه ليقرر العودة للفريق الأخضر. وفي حديثه لإحدى الجرائد شدد مدافع الرجاء البيضاوي بأنه يتذكر دوما كيف تم إرغامه على ترك فريق الجيش الملكي حيث سمح في مستحقاته المالية واختار اللعب مع النسور رغم أنهم كانوا يعيشون أزمة مادية خانقة على عهد الرئيس سعيد حسبان. وفي هذا الإطار تحدث شاكر قائلا: في مسيرتي الكروية عشت أحداثا متنوعة أحتفظ في الذاكرة بالكثير منها، لكن هناك أشياء أستحضرها لغاية اليوم، ومنها الطريقة التي غادرت بها فريق الجيش الملكي وكيف تخلى عني المدرب عزيز العمري لمجرد أنني لم أرغب في تغيير مركزي يعبر له عن رغبيتي في اللعب كمتوسط ميدان عوض مدافع، لأجد نفسي في لائحة المغادرين رفقة المهدي النغمي. وأضاف الشاكر: لم أغادر فريق الجيش الملكي بطريقة محترفة، فقد تركت مستحقاتي المالية واخترت اللعب مع الرجاء في عهد الرئيس سعيد حسبان رغم الوضع المادي المتأزم الذي كان يعيشه الفريق الأخضر آنذاك، بالنظر لعشقي للرجاء الرياضي الذي كنت دوما أطمح للعودة له، بالنظر للاحترام الذي كانت توليه للجماهير الفريق، وجميع الناس تعرف بأنني لم ألتحق بالرجاء من أجل المال. وعن أسوأ ذكرى له في مساره أوضح عبد الرحيم شاكر بأنه حادث توقيفه من قبل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عقب مباراة المنتخب المغربي ومنافسه التنزاني. وفي هذا الصدد قال: أسوأ حادث كان في مباراة المنتخب المغربي ونظيره التنزاني بعد المناوشة التي شهدتها نهاية المباراة مع الحكم لتقوم الكاف بتوقيفي لستة أشهر، عانيت كثيرا بعدها لكن استفدت من تلك التجربة وأصبحت أكثر نضجا، لأن الاحتراف يتطلب من اللاعب ضبط النفس في أصعب المواقف. جماهير الرجاء الرياضي الأفضل في العالم. تفوق نادي الرجاء البيضاوي المغربي على منافسه في استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية حول أفضل مشجعي كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، وذلك بعد حصوله على أعلى نسبة من التصويت حتى الآن في 3 أيام الاستفتاء الذي تم طرحه بدءا من يوم الاثنين، بعدما اختارت الصحيفة 40 ناديا حول العالم للاستفتاء فيما بينها حول النادي الأفضل من حيث روابط المشجعين التابعة لهم استمرارا لسلسلة الاستفتاءات التي قامت بها على مدار الفترة الماضية. وجاء جمهور الرجاء المغربي في المركز الأول باستفتاء صحيفة الماركا بعد حصوله على 1.6 مليون صوت، متفوقا بفارق كبير على النادي الأهلي الذي جاء في المركز الثاني بعد حصوله على 406.5 ألف صوت، فيما جاء الزمالك في المركز الثالث ب 129.7 ألف صوت. واحتل نادي فلامينغو البرازيلي المركز الرابع خلف قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بعدما حصل على 90 ألف صوت، يليه الترجي التونسي في المركز الخامس ب 54 ألف صوت. وضمت قائمة أفضل جمهور في الاستفتاء العديد من أقوى الأندية على المستوى الأوروبي على رأسها ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد من إسبانيا وليفربول الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني، بالإضافة إلى ميلان الإيطالي. كما شهدت القائمة وجود عدد من الأندية في أمريكا الجنوبية مثل فلامينغو وبالميراس من البرازيل والبوكا جنيورز وريفر بليت من الأرجنتين. وكانت صحيفة ماركا الإسبانية أعلنت مطلع مايو الجاري فوز نادي الأهلي في استفتاء أجمل شعار الأندية حول العالم، والذي أطلقته الصحيفة بمشاركة 50 شعارا للأندية من معظم قارات العالم. وذكرت الصحيفة الإسبانية أن الاستفتاء شارك فيه أكثر من 14 مليون شخص حول العالم، وكانت المنافسة شرسة للغاية بين العشر المراكز الأولى قبل أن تنجح جماهير الأهلي في مساندة فريقها للظفر باللقب. وأشارت الصحيفة إلى أن الأهلي
الأهلي جاء في المركز الأول متفوقا على الرجاء البيضاوي المغربي بعد منافسة شرسة، بينما احتل فلومينسي البرازيلي المركز الثالث. اجتماع عاجل للكاف للحسم في مصير عصبة الأبطال. عقد الاتحاد الافريقي لكرة القدم يوم الاحد اجتماعا طارئا عبر تقنية الفيديو لمناقشة العديد من القضايا المهمة، وفي مقدمتها مصير عصبة الابطال الافريقية وكذلك كأس الكونفدرالية. وبحث الكاف مع اعضائه عن الحلول من اجل استئناف بطولة العصبة الابطال وكأس الكونفدرالية، حيث يظل الاقتراح الاقرب هو تنظيم بطولة مصغرة تضم الفرق المتأهلة لنصف النهائي. يذكر ان اربع أندية وطنية تأهلت إلى نصف نهائي مسابقتي دوري أبطال إفريقيا، وهما الرجاء الرياضي والوداد الرياضي. أما في بطولة الكونفدرالية تأهل كل من نهضة بركان وحسنية أكادير. ياسين الصالحي يكشف لمتابعيه وجهته الرياضية المقبلة. كشف ياسين الصالحي اللاعب السابق للرجاء الرياضي والحالي لفريق رجاء بن ملال لكرة القدم أنه استغل فترة الحجر الصحي من أجل تقويم مجموعة من السلوكات التي كان يقدم عليها قبل بداية الحجر الصحي والذي مددته السلطات لغاية 10 من يونيو المقبل. وقال الصالحي خلال بث عبر تقنية الفيديو على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الحجر الصحي ساهم في أن يتخلص من كثرة اللقاءات مع أصدقائه ما ضيع عليه كثير الجلوس رفقة أسرته، مؤكدا أنه الفترة الوبائية التي تجتاح بلاده ساهمت بشكل كبير في تقريبه من الأسرة وتحديدا والديه، وأنه ندم كثيرا على الوقت الذي ضيعه في السابق. وأكد الصالحي على أنه في الوقت الراهن لاعبا لفريق رجاء بن ملال، ولم يحدد بعد ما إذا كان سيستمر مع الفريق أو سيتعاقد مع نادي آخر، وأنه مثل باقي اللاعب البطولة سيحدد مصيره بعد نهاية الموسم إما بعد قرار استئناف أو الإلغاء البطولة الوطنية. الرجاء الرياضي يطمئن جماهيره بشأن ثنائي الفريق. طمأن الرجاء البيضاوي جمهوره بشأن الحالة الصحية للاعبين زكريا الوردي وباتريس نغا، وظهر اللاعبان في مقطع فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي وهما يخوضان تدريب شقة في حجرهما الصحي. وقال النادي إن اللاعبين يتدربان في أجواء جيدة وبحماس كبير، وعانى عديد كبير من لاعبي الرجاء من الإصابة هذا الموسم على غرار الوردي ونغا بسبب ضغط المباريات عربيا ومحليا وإفريقيا. وفي سياق متصل ما زال المحترفان الكونغوليان نغوما وبيلمالونغو عالقين في بلادهما بسبب توقف الرحلات الجوية. وسبق أن أكد جواد زيات رئيس الرجاء أنه يبحث عن حل لإعادتهما إلى المغرب. لاعب الأهلي أفضل مواجهة الوداد عن الرجاء الرياضي. اعتبر النيجيري جونيور أغاي مهاجم الأهلي المصري لكرة القدم أن مواجهة فريق الوداد الرياضي في نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية أفضل من مواجهة الرجاء. وقال اللاعب النيجيري مواجهة الوداد ستكون صعبة بسبب الأجواء الجماهيرية في المغرب، نفهم طريقة لعب الوداد حيث واجهناهم أكثر من مرة في آخر 3 سنوات، لذا أفضل ملاقاته أكثر من الرجاء. وقال أغاي في خرجاته الإعلامية الأخيرة لو كان الأمر بيدي كنت سأختار الوداد في الدور نصف النهائي لأننا واجهناهم كثيرا ونعرفهم كيف يلعبون، وفي النهائي أفضل الزمالك لنفس السبب فارق نعرفه جيدا واستمر الجناع البالغ عمره 24 عاما. أرى أن إقامة النهائي من مباراة واحدة هو الأفضل حتى لو المباراة بين الفريقين ينتميان لنفس البلد، بالإمكان إقامته في دولة أخرى أو في ملعب محايد. الفيفا يدخل على الخط في صراع لقب القرن بين الرجاء والوداد. في الوقت الذي يتزايد فيه التنافس بين فريقي الوداد والرجاء الرياضيين سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه،
وفي الوقت التي تستعد فيه الأندية الوطنية للعودة إلى استئناف أنشطتها الكروية بعد جائحة كورونا، اشتعل جدال كبير بين جماهير الناديين العريقين حول من هو الأحق بلقب القرن في المغرب. وتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في هذا الجدل الدائر ليس في المغرب وحده، بل أيضا في مصر بين الأهلي والزمالك حول من الفريق الأحق بلقب نادي القرن. وأوضح أن حسم هذه المسألة هي من اختصاص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف وحده، موضحا أنه لا يمتلك أي مستندات في هذا الشأن. وكان فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم قد أعلن الخميس الماضي أنه تم اختياره نادي القرن في المغرب، وذلك وفق قرار سابق للاتحاد الدولي الفيفا، في حين أكد الوداد على أنه هو الأحق، وقد نشر عبر صفحته الرسمي على الفيسبوك أنه الأحق بحكم تتويجه ب 38 لقب خلال القرن العشرين، ما يجعله أقوى الأندية على الصعيد المحلي. وأثارت تدوينة فريق الرجاء غضبا وسخط جماهير الوداد التي ترى أن فريقها هو الأحق بلقب نادي القرن في المغرب، بالنظر لعدد الألقاب التي حصل عليها سواء في الدوري المغربي أو في مسابقة الكأس المحلية. وبدورهم أبدى مشجع جماهير نادي الجيش الملكي المنتمي للعاصمة الرباط امتعاضهم من تدوينة الرجاء، وأكدوا على أحقية فريقهم بلقب نادي القرن في المغرب، على اعتبار أن الجيش الملكي كان أبرز أقوى الأندية المغربية خلال القرن الماضي. ويأتي هذا الجدل في المغرب بعد أيام قليلة تفجر أزمة بين عمالقة الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بعدما عاد النزاع بينهما إلى لقب نادي القرن الذي حصده الأهلي في 2000، حيث أعلن الزمالك أنه تقدم بملف الرسمي للطعن إلى المحكمة الرياضية الدولية ضد الاتحاد الإفريقي وإثبات أحقيته باللقب. وبات الاتحاد الإفريقي مطالبا بحسم الخلاف الدائر بين مجموعة جماهير الأندية الوطنية الثلاث التي اندلع خلال الأونة الأخيرة بخصوص من له الحق في أن يلقب بنادي القرن، وهو الصراع أيضا الدائر بين الأهلي والزمالك في مصر. والآن خوتي وخواتاتي انتهينا من أخبار الرجاء الرياضي. إن عجبكم الفيديو ما تنسوش الإعجاب به، وما تنسوش تدعمونا بزر الاشتراك باش تصلب كل ما هو جديد. وشكرا لكم، إلى فيديو آخر إن شاء الله.